أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نبأكم. هذا البرنامج الذي كما عودناكم دائما نرصد لكم فيه القضايا الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي، ونبدأ هذه الحلقة باستعراض أبرز العناوين. في الحدث الأبرز، الذكرى السنوية الثانية لاقتحام مقر قناة النبأ في طرابلس. وفي الأكثر قراءة، العماري يتحفظ على قرار الرئاسي بشأن توريد السلع الأساسية برسم التحصيل. أما في الترند العربي والدولي، صدمة وغضب في منصات التواصل المغربية عقب انتشار فيديو لمحاولة اغتصاب فتاة قاصر. ومن العناوين ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى التفاصيل وحدثنا الأبرز لهذا اليوم، حيث يصادف 30 مارس ذكرى دخول المجلس الرئاسي لطرابلس واقتحام مقر قناة النبأ في عام 2016 من قبل مجموعة مسلحة اعتدت على موظفي القناة وعبثت بكل معداتها. اقتحم المسلحون غرفة الاستعلامات وحاصروا موظفي الأمن وحطموا أجهزة المراقبة، وفي الطابق الأول هدموا استوديو البرامج وكسروا جميع معداته، وقاموا بتهديد الموظفين بعدم العودة للقناة، كما انهالوا على بعضهم بالضرب. وفي اليوم التالي قامت مجموعة مسلحة أخرى باستهداف المبنى من الخارج بقذائف الأربجي، ما تسبب في خسائر كبيرة. لنشاهد بعض من المقتطفات والتي تظهر الأضرار التي لحقت بالقناة. وبشأن الاعتداء على قناة النبأ، رصدنا بعضا من التعليقات والتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من الفيسبوك بداية من تعليق الناشط سالم الغرياني والذي كتب عبر صفحته: الاعتداء على قناة النبأ هو اعتداء على الليبيين الأحرار جميعا وإهانة كبيرة لهم. فيما علق المدون خليل كلاي في ذكرى الاعتداء على قناة النبأ: ندين ونرفض الاعتداء عليها مهما بلغت درجة اختلافنا معها، هذا التصرف يسيء لحكومة السراج ولا يخدم العملية السياسية. حماية الصحفيين في مناطق النزاع لا يجب أن تكون محل اختلاف أو تجاذب سياسي. ننتقل وإياكم إلى تعليق آخر، وهو لعلي عبد الحميد علي، والذي كتب معلقا على الموضوع في 30 مارس: كتاب يكتبون عن كل شيء إلا أن أقلامهم تجف، تم الاعتداء على قناة النبأ، هل هو السكوت علامة الرضا أم هو الخوف من الفاعلين؟ أم هو امتداد لما يفعله الكثير من التقرب والتودد للمجرمين؟ فهل هذه دولة القانون التي تنشدون أيها الكتاب؟ أبو أحمد الناجح علق على الموضوع: الاعتداء على قناة النبأ يقود مصداقية المجلس الرئاسي والسراج، هنيئا للليبيين على عودة القناة بشكل أقوى وأفضل. من التعليقات على فيسبوك مشاهدينا ننتقل إلى التغريدات، بداية من تغريدة رياض أحمد والذي غرد الذكرى الثانية لاقتحام مقر قناة الخبر اليقين النبأ وأجبار موظفيها على إيقاف بثها. لا يسعنا إلا أن نقول بأن النبأ حتما ستمضي في مسيرتها الإعلامية المهنية، وستواصل تقديم رسالتها المتسمة بالشفافية والمصداقية. الناشط سراج عيسى غرد: الاعتداء على قناة النبأ عمل لا يهدف من وراءه إلا تشويه الجميع وزيادة الاحتقان، وستبقى قناة النبأ قناة الثورة.
الناشط في المجتمع المدني محمد الرئيس غرد نستذكر اليوم ذلك الاعتداء على قناة النبأ والذي نعده اعتداء صارخ وفاشل وإرهاب جبناء ضد حرية الصحافة والإعلام الحر. ومشاهدينا نذهب الآن إلى موقع النبأ ومواقع التواصل الاجتماعي بداية بالخبر الأكثر قراءة على موقعنا الرسمي النبأ.tv والذي كان بعنوان العماري يتحفظ على قرار الرئاسي المقترح بشأن توريد السلع الأساسية برسم التحصيل. وفي تفاصيل الخبر أبدى عضو المجلس الرئاسي المقترح محمد العماري تحفظه من قرار الرئاسي بشأن استيراد السلع الأساسية معتبرا صدور القرار قبل إقرار الترتيبات المالية للعام الحالي مربكا للوضع الاقتصادي. وأضاف العماري في رسالة وجهها لرئيس المجلس فايز السراج الأربعاء أن الاستيراد برسم التحصيل رغم سهولته إلا أن تجاربه السابقة خير دليل على سوء مردوده ما سيسبب المزيد من الخلل في الموازنة السنوية وفقا لقوله. ومن الأكثر قراءة إلى صفحة النبأ على فيسبوك والمنشور الأكثر تفاعلا والذي كان للخبر العاجل عن مصدر طبي من مستشفى محمد المقريف بجدابية للنبأ والذي قال بأن عدد القتلى مرشح للزيادة ومن بين القتلى والجرحى مدنيون. وتحصل هذا المنشور على أكثر من 200 لايك في 24 ساعة الماضية كما نشاهد الآن على الشاشة. أما الأكثر مشاركة فكان لتقرير عن رفض القوى العسكرية بالمنطقة الغربية مقترحات اجتماعات القاهرة لنتابع. توحيد المؤسسة العسكرية مطلب يتزايد الحديث عنه هذه الفترة ليس في المكان المعتاد ذاته وبعيدا عن تدخلات الأطراف الخارجية وأروقة وزارة الدفاع المصرية. اجتماع ضم المناطق العسكرية الغربية والوسطى وطرابلس إضافة لأبرز القوى العسكرية والأمنية منها قوات البنيان المرصوص والكتيبة 301 المعروفة بلواء الحلبوس إضافة للمجلس العسكري الزنتان. لقاء يمهد لمشاورات قادمة هدفها إزالة العراقيل أمام توحيد المؤسسة العسكرية في المنطقتين الغربية والوسطى وتمكينها من ممارسة مهامها. ولعل النقطة الأبرز في هذه اللقاءات هي رفض الانقلاب العسكري على ثورة فبراير وتأكيد أن الجيش أكبر من الأشخاص ومسمياتهم، أهداف مرسومة يرى البعض أنها تأتي كردة فعل لما تسعى إليه اجتماعات القاهرة بتنصيب خليفة حفتر على رأس المؤسسة العسكرية، مساع تتزامن مع استمرار جهود المصالحة بين مدينتي الزنتان ومصراتة حيث ترتكز أغلب القوى العسكرية بالمنطقة الغربية، ربما تتبعها مصالحات تنهي نزاعات بين مدن ومناطق أخرى. وإلى الأكثر مشاهدة والذي حظى بأكثر من 2000 مشاهدة وكان لمداخلة الصحفي عبد الله الكبير والذي تحدث عن مشروع حفتر لعسكرة الدولة وأنه سيصطدم بعوائق منها تصالح الزنتان ومصراتة. لنتابع هذه المداخلة. طبعا اللقاء الذي جرى وصدر عنه بيان اليوم بين مكونات الزنتان الاجتماعية والسياسية والعسكرية بالإضافة إلى مكونات مصراتة هو يعني خطوة لابد أن نرحب بها في إطار المصالحة الشاملة. في اعتقادي بالنسبة لمشروع حفتر لعسكرة الدولة هو يعني سيصطدم بعوائق كثيرة، ربما من بين هذه العوائق تحالف أو تصالح الزنتان ومصراتة وعودتهم إلى صف واحد من جديد واتفاقهم حسب بيان اليوم مع أنهم مع الدولة المدنية وضد الانقلابات، بالتأكيد هي عقبة أخرى ضد أي مشروع لعسكرة الدولة سواء من حفتر أو من أي عسكري مغامر أو من أي اتجاه سياسي يرغب في القفز على مكتسبات ثورة فبراير ورغبة الليبيين في قيام دولة مدنية دستورية يحكمها القانون وإعادة عجلة الدكتاتورية من جديد. طيب. مؤكد هذه المصالحة خطوة مهمة تجاه أو ضد أي توجه لعسكرة الدولة. نعم. طيب سيد عبد الله، يعني قراءتك لما حصل اليوم في 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 هذا اللقاء المصالحة بين الزنتان ومصراتة؟
وإلى ملفنا الثالث مشاهدينا الترند العربي والدولي، حيث تفاعل مغردون مع فيديو هز منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب يظهر فيه محاولة اغتصاب طالبة مدرسية، وأطلق نشطاء الهاشتاج واش ما عندكش أختك، هذه الكلمات التي كانت تصرخ بها المعتدي عليها. وعبر الهاشتاج طالب نشطاء من السلطات بإنزال عقوبات صارمة على المعتدي ليتم وضع حد لهذه الحوادث ومنع تكرارها. من الأم والأب ديال هذا ينكره، يدخل يتربى ويشهدوا فيه. القضاء نعم السيدي كيقول لك هذا السيد غادي ياخذ من 6 شهور حتى العام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين. واش انت هذيك 5 سنين غادي تبرد لك الغدير ديالك؟ حد هذه الساعة لم نتوصل بعد إلى مكان وقوع الجريمة ولا معرفة هوية الجاني ولا الضحية. للأسف الشديد لا أقول حالة شدة، ولكن هناك حالات كثيرة. المجتمع فقد الثقة ديالو في العدالة. أنا أطالب بإخفاء كل كل معتدي جنسيا على الأطفال. وحول هذا الموضوع رصدنا عددا من تفاعل نشطاء منصة تويتر، ونبدأ أولا بتغريدة حسان خرجوج الذي غرد فيديو يوثق لعملية اغتصاب فتاة قاصر عادت لتوها أو كانت متوجهة للمدرسة، والمؤلم في هذا هو أنها كانت تخاطب المجرم: هل لديك أخت؟ درت صور المجرم فقط احتراما للفتاة ولعائلتها، ولكن نحيي الفتاة على استمتاعها في صون شرفها، يجب إنزال أشد العقوبات بهذا الإرهابي. خالد غرد: وفينك يا دولة تشوفي محاولة الاغتصاب عينا جهرا، وفينك يا وزير التربية ويا وزير الأوقاف ويا وزيرة الأسرة، هاشتاج واش ما عندك شوختك. أحمد غرد: إنما الأمم الأخلاق، فما إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بهكذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من نبأكم. كالعادة بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر منصاتنا المختلفة فيسبوك، تويتر، وتليجرام، أيضا على موقعنا الرسمي النبأ.تي في. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.